الخطوة الخامسة، أعد للمتابعة. أول ما المدخن أو المدخنة يقرروا البدء في الإقلاع عن التدخين، لازم أسندهم وأسأل عنهم، خاصة خلال أول أسبوعين، عشان أدعمهم وأشجعهم وهنيهم على الخطوة اللي بدأوها. ولو أنا متخصص، لازم أحدد ميعاد في أول وتاني أسبوع، ويبقى فيه خطة واضحة للتعامل مع أعراض الانسحاب. اسألهم لو كانوا لسه بيستخدموا التبغ، شجعهم وادعمهم وهنيهم على إنجازاتهم، وساعدهم للتعامل مع أعراض الانسحاب. في حالة إنهم بياخدوا أي علاج، لازم تتابع التزامهم بيه. لو لسه بيواجهوا صعوبة في إنهم يبطلوا، ادعمهم بإنك تحاول تستكشف أسباب الصعوبة، وتفكرهم دايماً إن استمرار المحاولة بيزيد من فرص الإقلاع. ممكن تفكرهم إن في ناس فعلاً قدرت توقف لما فضلت تحاول. آخر حاجة، لازم أكمل دعمي ومساندتي مع المدخن يمكن لأول 3 شهور، ودي الفترات الأصعب واللي فرصة الانتكاسة فيها أكبر. وخلينا فاكرين، حتى لو حصلت انتكاسة، ده مش معناه الفشل، بالعكس هدعمه إنه يقوم بسرعة ويكمل، وهشجعه إنه طالما قدر فترة يبقى ممكن يخليها فترة أطول وأطول.